بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تحياتي طيبة أحبتي. استكمال موضوعنا فيما يخص تصميم أجهزة طبية Medical Instrumentation، سنتحدث الآن عن الجهد الغشائي أو ما يعرف بالـ Membrane Potential. هو جهد غشائي كهربائي للخلية، هو عبارة عن فرق بالكون الكهربائي من داخل وخارج الخلية، أي بين جهتي أي الغشاء، القشرة الداخلية والخارجية. طبعا السائل الموجود داخل أو خارج الخلية عادة ما يكون موصلا جيدا لكثرة الأيونات فيه. إذا تأين، بما أننا نتعامل مع جسم حيوي، جسم إنسان، أدوات طبية، فإننا لابد لنا من أخذ بعين الاعتبار حالة التأين. فهنا يكون غشاء الخلية الداخلي ذو مقاومة كهربائية مرتفعة، إذا فإن التغير ما بين الكمون خارج الخلية وداخلها يحدث في طبقة الغشاء الدقيقة، ولهذا السبب يدعى جهد الغشاء كذلك الجهد عبر الغشاء. إذا عندي أنا الآن هذه الدارة، الخلية الكهربائية، عندي الـ RK معطى 2.7 كيلو أوم، RNA 30 كيلو أوم، RCL 3.3 كيلو أوم، لم يعطيني الواسعة. مع التركيز داخل الخلايا وخارج الخلية، التركيز طبعا التأين في الجدول الأدنى داخل والخارج، هي الداخل والخارج، نحسب جهد الانعكاس لكل نوع من الأنواع الأيونية أو لكل جهد التأين لكل نقطة هنا، جهد التأين لكل عبر الـ VK عبر الـ VNA والـ VCL. إذا هنا ما الذي سوف نعمل؟ هنا عندي معادلة أنا ثابتة سوف تكون هنا. الـ VK هي عبارة عن 62 ملي فولت لوج K بلس أوت على K بلس إن. 60 ملي فولت، الأوت أنا عندي 20 ملي مول، 399 ام، أضعهما هنا وأعوض فأجد الجهد عبر الـ VK سالب 77 ملي فولت على نفس النسق. هنا آخذ 62 ملي لوج 437 على 50، طبعا هنا كله موجب كان، ف62 تكون موجبة، أهي بنفس الأسلوب أوت وإن 437، أعتذر 437 ليس 473، على 50 56 ملي فولت. هنا عندي التعيين، هنا عندي سالب، إذا 62 تكون سالبة وأعوضها بهذا الأسلوب، 556 على 40 يعطيني سالب 68 ملي فولت. إذا أنا الآن حللت المطلوب الأول. جد فرق الجهد في إم مع المقاومات في السؤال باستخدام أسلوب جهد الاعتكاس، تلميح عندي هانت في الحالة الثابتة للدي سي، دايركت كارنت عندي أنا حالة ثابتة. فإن أي مواسع نفرض أنها دارة مفتوحة open circuit، وفقا لهذا هذه open circuit يعني كأنها غير موجودة، نود أن نجد الجهد هنا الـ VM الداخل. طبعا إن تكون هذه الدارة بهذا الشكل، رفعنا المواسع لأن عندي DC. الآن الـ RK 2.7 كيلو أوم، الـ RNA 30 كيلو أوم، الـ RCL هي 3.3 كيلو أوم. لاحظ هنا VK ناقص VM على RK زائد VNA ناقص VM على RNA زائد VCL ناقص VM على RCL يساوي صفر. أخذت أنا التيار، طبعا التيارات هنا حول نقطة تساوي الصفر. وضعنا هنا الآن أنا أقسم VK على RK ناقص VM على RK، VNA على RNA ناقص VM على RNA، وهنا VCL على RCL ناقص VM على RCL. أخذ ما الحدود التي يوجد فيها الـ VAM إلى الطرف الآخر، يصبح عندي شكلها بهذا الشكل: VK على RK زائد VNA على RNA
زائد في سي ال على ار سي ال يساوي في ام على ار كي زائد في ام على ار ان اي زائد في ام على ار سي ال. يمكن هنا ان اخذ الفي ام عامل مشترك، لاحظ وضعته باللون الاحمر يصبح عندي بهذا الشكل. انا وجدت الفي كي والفي ان اي والفي سي ال والار كي والار ان اي والار سي ال معطى لي ايضا. هنا واحد على ار كي، واحد على ار ان اي، واحد على ار سي ال، يذكرنا بمقاومية مصرية كهربائية او ما تعرف ب السيمنز، وحدة السيمنز التي هي مقلوب المقاومة، وحدة السيمنز. من منكم درس مادة الالكترونيات، الكترونيك سيركت او مايكرو الكترونيكس، سيتعرف عليها. هي هذه وحدة السيمنز. الان واحد على 2.7 × 10³ زائد واحد على 30 × 10³ زائد واحد على 3.3 × 10³ ضحى بالآلة الحاسبة. وهنا ضع سالب 77 على 2.7 × 10³ على، طبعا دعونا نعود هنا قليلا، على 56 على 56 هنا على 30 × 10³ على أيضا النقطة لا أتذكرها، حللناها قبل قليل. يصبح عندك هنا بهذا الأسلوب، تصبح عندك بهذا الشكل. طبعا بقي الـ VM هنا. طبعا يجوز أنت هنا أن تأخذ أيضا المقلوب وتضربه مباشرة بالسالب 77. أنت أخذت مقلوب 2.7 × 10³ ضرب السالب 77 زائد مقلوب ومقلوب بدون كسور، أيضا قد تكون أسهل لك عزيزي. إذا الـ VM هنا بهذه الحالة سالب 47 بالألف يساوي VM 7.06 × 10⁴ سيمنز. أنا الآن أقسم على كلا الطرفين، ونسيت أن أضع الوحدة أنا هنا. إذا VM عبارة عن سالب 66 ملي فولت. إذا الـ VM هنا عبارة عن سالب 66 ملي فولت. إذا أنا وجدت الـ VM هنا. يقول لي الآن استخدم معادلة جولدمان هيدجنز كانز. هنا استخدم معادلة أو أسلوب جولدمان هيدجنز. ما هو هذا الأسلوب؟ طبعا دعونا نتعرف بداية ما هو هذا. طبعا هي تسمى أحيانا معادلة جولدمان، أو تسمى أحيانا بمعادلة جولدمان هودجن كاتس، وهي معادلة غير ما تستخدم لحساب الجهد الكهربائي لخلايا الجسم، أخذة بعين الاعتبار جميع الأيونات المؤثرة على هذا الجهد. وتسمى هذه المعادلة باسم العلماء ديفيد جولدمان، ألين لويد هودجن، وبرنارد كيلتس. وهي معادلة فيها تعويض مباشر. أيضا سوف نقارن الجواب الذي أخذناه بالجواب الذي وصلنا إليه هنا. إذا هذا هو شكل المعادلة RT على FLN بهذا الأسلوب. طبعا هنا عندي RT على F في هذه الحالة، هنا عبارة عن 27 ملي فولت. الR ثابت هنا، والF أنا عندي ثابت، والتي هي عبارة عن التمبراتشر هنا. الار عبارة عن ثابت الغاز العام، التي الحرارة المطلقة بالكلفن، اف هي عبارة عن ثابت فاراداي، واعوض بناء عليها في المعادلة. لاحظ هنا انا اخذ بداية، هنا اخذ السمنز ل 2.7 × 10³ مقلوبها. اذا السمنز الخاص في المقاومة الأولى في الجهد عندها زائد سمنز المقاومة الثانية ضرب الجهد عندها زائد سمنز في المقاومة الثالثة زائد الجهد عندها. طبعا الآن آخذ أيضا هنا، لاحظ الN في كلا الحالتين الآن 3 أيضا هنا، وأيضا المفروض كان عندي 0 أعتذر، 397 وهنا 50 وهنا 556 هنا على الجدول الذي وجدناه بداية.
أعتذر، وأتلي جدول هنا 20 يصير 79، 20 هنا 437، هنا 40. بالنسبة لي الخارجي الداخلي عفوا، وأنا في الأسفل هذا بالنسبة لي الخارجي، وأضربه وأتركها بهذا الأسلوب الآن، وأعوضه في الآلة الحاسبة. 67.3 ملي فولت، ولاحظ هنا أنها قريبة جدا مما أننا نحكي عن وحدة ملي، فهي قريبة جدا لما وصلنا إليه سابقا، لما وصلنا إليه سابقا هنا 66.9 ملي فولت، يعني قد يكون تبعد عنا يعني قليل من 700 عنها بوحدة ملي فولت. إذن يصح لنا أن نعتمد عليها هذه المعادلة، يصح أن نعتمد عليها هيدجنز كارس، جولدمان هيدجنز كارس، معادلة جميلة يمكن لنا أن توفر علينا الكثير من الوقت. السؤال، السعة الغشائية هنا الكاباسيتنز M بحيث تكون 1 مايكروفارد يبحث عن ثابت الوقت الغشاء VM المحتمل للخلية ليعود ويستقر على قيمته الحالية الثابتة الخاصة به. هو الخلية حالية، إذا بعد أن يعطي الشحنة أن يعود ويستقر على نفس القيمة بحيث يكون 1 مايكروفارد. طبعا نتذكر أن التاب هنا ثابت الزمن هي المقاومة في الموسع، الموسع عندي 1 مايكروفارد، المقاومات نأخذ مقلوب الزمن، مقلوب السمنز، بما أن السمنز هي مقلوب المقاومة، إذا المقاومات هي مقلوب السمنز والسمنز مقلوب المقاومة. إذا نقول بهذا الشكل R تساوي 1/JK زائد 1/JNA على 1/JAL، 1/3.7 ضرب 10^4 على 3.3 ضرب 10^5 زائد 3.03 ضرب 10^4 يعطيني القيمة أن الـ R تساوي 1.42% كيلو أوم. إذا أنا عرفت المواسعة وعرفت المقاومة، أعوضهما هنا 1.42 كيلو أوم ضرب 10^6 تقريبا. طبعا أنا هنا المفروض ضرب 1/10^6 هو 1.42 ملي سكند، أي أنا سوف تعود بعد 1.42 ملي ثانية. إذا أحبتي كان هذا سؤالا عن الجهد الغشائي في الدارات الكهربائية الحيوية المعرضة للتأيّم. لا تبخلي بعمل الشير واللايك، كتابة التعليقات والأسئلة، مشاركة الفيديو مع زملائك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.